221 225 و304 فقرة 2 و313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 28 و32 و39 و268 فقرة 1 و280 و282 فقرة 2 و290 فقرة 1 و314 و315 أولا وثانيا و375 مكرر و375 مكرر ألف فقرة 1 و4 من قانون العقوبات، والمواد 1 فقرة 1 25 مكرر 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبندين رقمي 5 و7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمواد 2 و112 و122 فقرة 2 و140 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. حكمت المحكمة حضورية أولا بمعاقبة المتهمين عمرو محمد فهيم علي وعبد الفتاح عثمان حسن عبد الفتاح ومحمد علي عبد الله علي ويوسف زكريا عبد الله عبد السلام بالسجن المؤبد عما هو منسوب إليهم، وألزمتهم المصروفات الجنائية والمدنية. ثانيا بمعاقبة المتهمين كريم محمد مصطفى محمد ناصر وأحمد إبراهيم أحمد حسن بالسجن لمدة 20 سنة عما هو منسوب إليهما. ثالثا وضع المتهمين جميعا عمرو محمد فهيم علي وعبد الفتاح عثمان حسن عبد الفتاح ومحمد علي عبد الله علي ويوسف زكريا عبد الله عبد السلام وكريم محمد مصطفى محمد ناصر واحمد ابراهيم احمد حسن تحت مراقبه الشرطه لمده 5 سنوات تبدا بعد انقضاء مده عقوبتهم. رابعا بالزام المتهمين جميعا متضامنين بان يؤدوا مبلغ 10,001 جنيه للمدعي بالحق المدني رشا محمد عبد الله محمد، وذلك على سبيل التعويض المدني المؤقت. خامسا بإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 40,001 جنيه للمدعي بالحق المدني إيمان عبد الرازق عبد الله، وذلك على سبيل التعويض المدني المؤقت. القضية رقم 900